شباب، تفضلوا يا شباب. في حدا صار؟ حسبي الله ونعم الوكيل. منذ قليل تم سماع دوي انفجار ضخم جدا في مدينة عزاز. تبين أن سيارة مفخخة حسب البلاغات التي وردت إلى مراكز الدفاع المدني في عزاز ومركز الدفاع المدني في باب السلامة التابع لمنظمة الإيار التركية. طبعا توجه جميع المراكز لمكان الحدث. تبين أن سيارة مفخخة تم تفجيرها وسط مدينة عزاز مقابل كراج السيارات في مدينة عزاز. يوجد حاليا 3 شهداء والحصيلة قابلة للارتفاع بسبب وجود بعض الإصابات الخطرة التي تم تحويلها إلى المشافي.